السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في درس آخر من سلسلة دروس اللغة الفرنسية بالدرجة المغربية. اليوم بغيت نهضر لكم على شنو هو لو بلوريال. انتبهوا معايا، الله يرحم الوالدين. دونك شنو هو لو بلوريال؟ لو بلوريال شنو كنقصدوا به؟ هو الجمع. الجمع حيت عرفنا بلي كاين لو بلوريال كاين لو سانغولي، الجمع في الفرنسية. قبل ما نهضروا على جمع ديال الأسماء غنهضروا بعدا على يعني الأنواع ديال الأسماء. في الفرنسية كاين سو كون أبيل لي نون بروبر، كاين لي نون بروبر وكاين لي نون كومون. شنو كنقصدو بلي نون بروبر؟ بحال لي نون دو بيرسون، لي نون بروبر بحال فيهم لي نون دو بيرسون، يعني اسماء الاشخاص، اسماء الاشخاص. وكاين لي نون دو ليو، وكاين ايضا لي نون لي نون دو ليو. لي نون دو ليو كنقصدو بهم اسماء اش كاين اسماء الاشخاص وكاين اسماء المكان ولا اسماء الامكنه، جمع مكان. من طبيعة الحال هادو كيتسموا لي نون اش لي نون بروبر. وردوا معايا البال، الله يرحم الوالدين. بالنسبه لي نون بروبر قلنا سي لي نون دو بيرسون. مثال، عطيو امثله ديال لي نون بروبر. الا قلت لك مثلا رشيد، الا قلت لك حمزه، الا قلت لك عبد الحكيم، الا قلت لك أمينة، مريم، سعاد، إلى آخره. وكادو كيتسمو لي نون دو بيرسون، لي نون دو بيرسون. أسماء الأمكنة أو لي نون دو ليو، بحالاش مثلا بحال لي نون دو ليو، بحال قلنا مثلا مراكش، بحال قلنا هيتورير، بحال قلنا مثلا باري، ماروك، انسي دو سويت. هادو اسماء الامكنه مثلا. ودائما لي نون بروبر الى لاحظتوا معايا كيبداو بواحد لا لتر ماجيسكول، يعني كيبداو سواء كانوا في الوسط ديال جملة أو لا في الأول ديال الجملة كيبداو بواحد الحرف ماجيسكول. لي نون كومون، لي نون كومون سي لو ريست، سي لو ريست، لو ريست يعني المتبقي. تنقول لك مثلا لا ناتور، تنقول لك مثلا لو بوليسيي، تنقول لك مثلا لا غوت. قلنا سي لو ريس لا ناتور، الطبيعة، بوليسيي، البوليسي، بوليسيي، لا غوت، الطريق، إلى آخره. دونك هادو كيتسمو لي نون كومون، يعني ما تبقى من الأسماء كيتسمى لي نون كومون داخل في النطاق لي نون كومون. وقلنا أول حاجة نعرفوها ونعرفو نفرقو بلي نون بين لي نون بروبر و لي نون كومون. لي نون بروبر قلنا فيهم لي نون دو بيرسون اسماء الاشخاص، لي نون دو ليو اسماء الامكنه. بالنسبه لي نون كومون فيهم لو ريست، يعني كاع داكشي اللي بقى كيتسمى لي نون كومون. اجي نشوفو دابا شنو هو الجمع اللي هو يعني جمع ديال الاسماء. دونك واحد القاعده في الفرنسيه كتقول لينا لو بلوريال des noms, le pluriel des noms
simple, se forme en ajoutant s au singulier. هذه القاعدة زعما المعنى ديالها كتقول لك اودي الا عندك اسم في المفرد وبغيتي ترجعو جمع كتشد هذاك الاسم كتزيدو في الاخر ديالو اس. هذه القاعدة راه قاعدة عامة يعني لا تسري على جميع الاسماء. دونك انتبهوا، قاعدة عامة لا تسري على جميع الاسماء. Donc le pluriel des noms simples se forme en ajoutant s au singulier. يعني باش نحصل على نحول واحد الاسم من المفرد للجمع كنزيدو اس. بحال قلت لك مثلا une robe. الا بغيت البلوريال كنقول ان غادي تولي دي وغوب غادي نعاود نكتبها كما هي ونزيدها اس ديال البلوريال. الا قلت لك مثلا ليفغ في البلوريال اش غنقول في البلوريال؟ غادي نقول ليفغ وغادي نزيدها اس ديال الجمع. الا قلت لك مثلا اورديناتور الجمع كنقولو اورديناتور وكنزيدو اس ديال لو بلوريال. هذه قاعدة عامة يعني ما تسريش على جميع الاسماء. تنوي في الدرس اللاحق تتمة ديال البلوريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.